الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل بشكل كبير. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال واحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 425 ألف دينار، وسعر الشراء 421 ألف دينار. كما سجل سعر بيع المثقال واحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا أيضا عند 395 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفا. أما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار. قالت وزارة الزراعة إن ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية سببه زيادة كلفة أغلب المواد الداخلة في مشاريع الدواجن بسبب أزمة ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار. وأضاف المستشار في الوزارة مهدي القيسي إن ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق يعود لأسباب عدة، منها تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، لأن أغلب المواد الداخلة في صناعة الدواجن مستوردة. وأوضح أن هناك عوامل أخرى أسهمت بزيادة أسعار البيض، منها ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب ظروف الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك الإغراق السلعي وتأثيره في استقرار مشاريع الدواجن وديمومتها. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 18.6% في شهر كانون الأول الماضي مقارنة بشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 6386 منزلاً حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع 2465 منزلاً، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 1968 منزلاً، ثم مرسين بواقع 663 منزلاً. وأضافت أن تركيا باعت خلال العام الماضي من 67,490 منزلاً للأجانب، وبنسبة ارتفاع بلغت 15.2% عن نفس الفترة من العام الذي قبله. تذبذبت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، حيث هيمنت مخاوف الركود على العناوين الرئيسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.20% إلى 84.63 دولاراً، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 67.50 سنتاً لتصل إلى 79 دولاراً و26 سنتاً. وقال محللو الطاقة إن خام برنت ارتفع بنحو 10% خلال الأيام العشر الماضية، حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات، ومع ذلك فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة. قال صندوق النقد الدولي إن التلف الحالي قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي المحلي، وتتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتفتت قطاع التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. ووفقاً للتقرير الذي نشر بعنوان عقدة التحديات الكبرى التي يواجهها صانعو السياسة، ولم يذكر البحث المدة التي قد تستغرقها عمليات التفتت للتأثير على نمو بهذا الحجم. وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق. أسعى
أسعار العملات والمعادن هذه انتقال إليها. نهاية الموجز إلى اللقاء.